أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من عيادة الصحة. صحة الأسنان نافذة على صحة الإنسان، وهي أحد مقومات الجمال، وهي أيضا تعد من أشد الآلام. حول موضوع العناية بالأسنان هيدور حلقتنا، موضوع حلقتنا النهاردة، وهنتكلم فيه عن كل حاجة تتعلق بالأسنان، بداية من مرحلة الحمل وثم مرحلة الطفولة، مرحلة الشباب، وهنتكلم كمان عن حشو الجذور وعن التركيبات وعن التجميل. وكل هذه التساؤلات والاستفسارات اللي حضراتكم هتطرحوها من خلال اتصالاتكم، هيكون معانا ضيف الحلقة دكتور أحمد عبد الرحمن، أخصائي طب الأسنان. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور أحمد. حضرتك يا دكتور عماد، إيه الأخبار؟ كل سنة وحضرتك طيب. الحقيقة موضوع الأسنان موضوع بيهم كل بيت وكل أسرة، وخاصة إن مفيش حد فينا ما بيتعرضش لمشاكل في الأسنان، بدءا من مرحلة الطفولة لحد مرحلة الشيخوخة. ولكن بيبقى فيه هاجس دايما بيقلق كل الناس وبيعمل تخوف شديد جدا، وبيخلينا شوية مترددين وإحنا رايحين عند طبيب الأسنان، وهو مشكلة التعقيم. خاصة إن مشكلة التعقيم ممكن أنا أكون رايح بمشكلة صغيرة في الأسنان، أطلع من عند دكتور الأسنان بمشاكل صحية معرفش أتعامل معها ومعرفش أعالجها. هتكلمنا عن التشخيص وعن التعقيم، وخاصة تعقيم الأدوات اللي بيستخدمها طبيب الأسنان. عايزين نطمن السادة المشاهدين. أكيد يا دكتور، والله يعني هو مشكلة التعقيم دي كمان كانت من أسباب انتشار فيروس سي أصلا في مصر، اللي يعني حاليا خلاص الحمد لله تخلصنا منه. المشكلة كلها ان دي حاجة بترجع بنسبة كبيرة لضمير الدكتور اللي شغال. انت كمريض انت مش عارف الحاجة دي متعقمة او مش متعقمة، بس في حاجات احنا بنبص عليها اول لما بندخل العيادة. يعني مثلا المكان عامة، النظافة بتاعت المكان عامة، ده مؤشر ان المكان هنا بيهتم بالتعقيم ولا لا. في اماكن معينة هنا في مصر بتخلي المكان بتاع التعقيم مفتوح، يعني شفتها في مصر وشفتها برا مصر. عندنا في العياده مثلا مكان التعقيم مفتوح، اللي عايز يبص عليه بيبص عليه، مفيش اي مشاكل. دي حاجه بتدي شويه طمانينه للمريض وهو داخل. طبعا الادوات كلها اللي نستخدمها لازم تكون خارجه من اكياس التعقيم، لان الكيس ده دايما اساسا طول ما هو مقفول خلاص هو بيحمي الحاجه من ان هي تتعرض للجو، ان هي تتعرض للبكتيريا اللي موجوده في الجو والكلام ده كله، فبيحمي شويه، بيحافظ على التعقيم. التعقيم ده ليه مده، يعني احنا ما بنسيبش الكيس مثلا يفضل مقفول شهرين ثلاثة، يعني أقصى حاجة أسبوعين، ومفروض أن احنا بنعيد التعقيم تاني، بننظف تاني ونعيد التعقيم تاني. ما ينفعش مثلا أن احنا نستخدم أدوات عليها دم، حتى لو هي خارجة من قدامي من جهاز التعقيم بس عليها نقطة دم. دي بتخلي البكتيريا نفسها ما تتأثرش بأي جهاز بالتعقيم. يعني التعقيم نفسه بخار درجة حرارته عالية وضغط عالي، لو في السطح ده البكتيريا معرضة على السطح للعوامل الخارجية دي، البكتيريا بتموت. غير كده لا، لو هي جوه نقطة الدم مش هيحصلها أي حاجة، هتفضل موجودة زي ما هي حتى لو هي خارجة قدام حضرتك من جهاز التعقيم. طب لو حبينا دكتور نقول يعني إزاي نخلي فيه آلية. طبعا المريض ما هيبقاش عارف بالظبط هل الأدوات دي معقمة ولا لا، هل في آلية رقابية على العيادات بتضمن صحة وسلامة الأدوات اللي بيستخدمها الطبيب؟ هو المفروض العلاج الحر بيمر على العيادات بشكل دوري وشكل منتظم، بحيث ان هو يضمن ان كل الأجهزة اللي موجودة مطابقة للمواصفات العملية، لان هي التعقيم مش بس جهاز. يعني انا ممكن يكون عندي جهاز التعقيم، احدث جهاز تعقيم، بس انا ما مش ماشي بشكل علمي، مش بعمل الخطوات المطلوبه، فالجهاز نفسه مش هو اللي بيقوم بعمليه التعقيم. الجهاز ده اللي هو الاوتوكلاف ولا جهاز الاوتوكلاف؟ ده في انواع منه، يعني في النوع اللي هو المفروض لكل العيادات، يعني احسن حاجه ان هو يكون كلاس بي، ده اللي بيعقم جوه الاكياس. في نوع تاني اللي هو كلاس ان، ده لازم يتعقم الادوات تتعقم من غير اكياس، وبعد كده بتتشال بأدوات معقمة، بتتشال يعني إيدك تكون نظيفة، بتشيلها بتحطها في باوتش لحد ما تستخدم في نفس الوقت. طب وإحنا خلينا نكون عمليين، يعني مع ضغط الـ يعني المرضى على عيادة الطبيب، هيعقم كل الأجهزة بصفة مستمرة ولا بيتعامل إزاي بحيث إنه يضمن إنه يتعامل مع ضغط الـ عدد المرضى اللي موجودين في العيادة مع يعني سلامة الأدوات المستخدمة؟ هو زي ما حضرتك قلت، هو احنا يعني في حاجه زي كده مثلا، في ساعات بيبقى في اوفرلود على العياده، ففي بيبقى في ادوات تشخيص بلاستيك
ديسبوزبل، يعني هي بتستخدم المريض واحد وبتترمي، فخلاص انا شخصت المريض بتاعي وخلاص، ما عنديش ادوات تانية. اهم حاجه بالنسبه لي اشخص المريض، شخصته خلاص الادوات دي خلاص هتترمي. ما ينفعش ان انا استخدم له حاجه تانية مش معقمه ايا كان السبب، يعني حتى لو انا همشي العيان بتاعي واقول له انا النهارده مش هقدر اشتغل لك بسبب ان مفيش تعقيم، اعتقد ان ده احسن من ان انا اقول للعيان انا هشتغل لك دلوقتي بس بعد شويه اجيب لك فيروس سي او اجيب لك. هو ده طبعا تانية. افضل، ولكن مع عيان الاسنان بالذات بيبقى جاي وهو مستسلم تماما، وللاسف عيان الاسنان ما بيروحش يعمل علاج لاسنانه الا في المراحل الاخيره، يعني ثقافتنا لسه يعني شويه مش مرتبطه باننا نعمل الوقايه والعنايه عشان ما نوصلش للمرحله المتاخره. فيعني طبعا هيبقى حاجه كويسه من الطبيب انه يرجئ الكشف لو الادوات مش متاحه عنده اللي فيها تعقيم. طيب ازاي الطبيب برضو بيضمن ان المساعدين او التمريض اللي معاه بيتبعوا تعليمات التعقيم؟ لان كتير طبعا العيادات الاطباء بيتركوا هذه المساله للمساعد او المساعده او التمريض الموجود معاه في العياده. هو احنا برضو هنرجع تاني لنقطه ان احنا كل ده بيرجع لضمير الشخص المسؤول عن العياده. طبعا اول حاجه ان احنا لازم نعمل سيستم نظام للتمريض. انا بالنسبه لي التمريض بتاعي انت بتدخلي بتاخدي الادوات بتعملي فيها 1 2 3، بتنظفيها الاول، بتحطيها في جهاز التنظيف، في جهاز اللي هو بيعمل ذبذبات بيشيل اي بواقي شغل قديمه، اي نقط دم، اي الكلام ده كله، بتنظفها بالفرشه وبتسيبها في محلول معقم بحيث ان الادوات تطلع نظيفه، وبتتحط في اكياس. بعد كده طول ما هو في سيستم معين موجود، يعني في خطوات واضحه للمساعدين، هم يعني انت المفروض ان انت بتشغل ناس عندهم ضمير وعندهم ناس كويسين وناس ناس خايفين على المكان بتاعك وخايفين على العينين بتوعك، فانت قدامهم هم خلاص ما عندهمش الجهل، انت شلت من عليهم الجهل، انت علمتهم 1 2 3. طول ما هم بيعملوا الخطوات دي وانت طبعا لازم تشرف عليهم، ان انت برضو ما تسيبش الدنيا كلها. انت الدكتور ساعات بيكون مشغول اغلب الوقت، بس يعني في ساعات في حاجات بتبقى واضحه جدا للدكتور، يعني لو لقي مثلا نقطه دم على ادوات طبعا خلاص يعني بتترمي تاني، بترجع تاني في التعقيم، وبنشوف مين اللي كان مسؤول عن التعقيم في الوقت ده، فلان. طيب يا فلان انت ليه سبت دي؟ فدي بتبقى يعني زي الكواليتي كنترول جوه العياده، لازم تتم طبعا باشراف الدكتور، يعني ما ينفعش ان احنا نسيب الموضوع كله للتمريض، لازم يكون زي اي مكان، المدير لو ما اشرفش في المكان هتلاقي بعد شويه الدنيا باظت. زي ما حضرتك قلت من شويه ان موضوع التعقيم ده كان يعني مسبب بنسبه كبيره انتشار فيروس سي، وكتير من الناس بتبقى عندها مشاكل للاسنان وتتردد انها تروح للطبيب خوفا من انتشار العدوى. هل في يعني اليات معينه يبعت بيها الطبيب للمرضى بتوعه العينين بتوعه رساله ان المكان امن والادوات امنه ومعقمه؟ هل ده متاح في العياده؟ يعني في حاجه معينه تطمن المريض؟ بيبقى فيه زي انديكيتورز على الاكياس بتاعه التعقيم، حاجه علامه مميزه ان هي لونها بيتحول طول ما الكيس ده اتعرض لدرجه الحراره المناسبه للتعقيم. طول ما هي ما عليهاش اي اثار دم او اي بواقي شغل قبل كده، اي حاجات قديمه، ما فيهاش مشكله خلاص. يعني انا ببص على الادوات اللي انا هشتغل بيها، ما فيهاش اثار دم، ما فيهاش بواقي من شغل قديم، خلاص انا بطمن. في حاجه تانية برضو مهمه جدا، ان في مرضى، لان زمان يعني قبل موضوع العلاج بتاع فيروس سي والكلام ده كله، كانت في اطباء بترفض علاج مرضى فيروس سي، يعني العيان بيجي له بيقول انا عندي فيروس سي او عندي اتش اي في ايدز، اي حاجه، اي مرض معدي، فالمريض الدكتور بيرفض يعالج الدكتور، فبالتالي ان المرضى بطلوا يقولوا للدكتور ان انا عندي فيروس سي. انا لما بيجي لي مريض فيروس سي بعزل الادوات بتاعته، يعني ليه ادوات معينه بنستخدمها بتدخل دورتين تعقيم، فانا يعني انا ماشي، انا مؤهل ان انا اتعامل مع حضرتك، فبس انت ما تخبيش عليا بحيث ان انت ما تاذينيش، فلنفرض ان انا اتشكيت مثلا بابره حضرتك اتشكيت بيها، فانا معرض بالاصابه. مريض تاني احنا ما عقمناش مثلا الادوات مرتين او ما دخلتش بالشكل الطبيعي اللي المفروض تعمله، فدي في اول حاجه، واحنا بنشخص لازم المريض نفسه يكون واضح مع الدكتور في الامراض يقول التاريخ المرضي بتاعه بالظبط. بصراحه يعني انا مش هقلق ان حضرتك عندك فيروس سي، انا هاخد بالي. هل ممكن نصل للمرحله زي بعض الدول حتى في الخليج العربي، يعني مش بعاد عننا، يعني بقى كل شخص مواطن له سجل الطبي بتاعه وموجود في ابلكيشن، وما بيروح عند الطبيب بيظهر عنده هذا
السجل الالكتروني وبيظهر فيه التاريخ المرضي كله، هل ممكن نصل لهذه المرحله ولا لسه؟ اعتقد ده مع التامين الصحي الشامل ممكن يكون الدنيا فيها امل يعني، بس ده في العيادات موجود يعني. انا دلوقتي في العياده عندي سيستم، المريض بيدخل رقم المريض نفسه ورقم الفايل بتاعه، بيجي لي الاشعاعات بتاعته، بيجي لي الفايل اللي هو ملاه قبل كده، الحاجات دي كلها. فانا عندي فكره عن المريض، بس ده ما زال بيعتمد على ايه؟ على ان المريض بتاعي دخل وقال لي انا عندي 1 2 3، باخد ادويه 1 2 3. حضرتك بتنصح المريض انه يصارح الطبيب، وبتنصح الطبيب انه يتعامل مع كل الحالات ولكن بما يتناسب مع كل حاله. طبعا يعني انا ده حد جاي لي بيطلب مساعدتي، انا ما ينفعش اتعامل معاه، ارفض يعني. ده حاجه غير اخلاقيه يعني. القسم اللي احنا اقسمناه ان احنا نعالج المريض بتاعنا، فازاي ان انا حد جاي لي بيلجا لي وانا قادر اساعده بس برفض انا اساعده؟ وفي نفس الوقت الطبيب يعني كده كده يتخذ الاجراءات الوقائيه اللي تتجنب فيها جهل المريض نفسه او عدم علمه، يعني ممكن يكون المريض متصاب وما عملش تحاليل وما يعرفش ان عنده اصابه. بالظبط يعني. هو ممكن المريض ساعات، احنا كنا ساعات حتى في الكليه كنا بنعرف مرضى كتير من فيروس سي مثلا، من لون العين عنده بيبقى فيها اصفرار زياده، فبساله طب انت عندك كذا. مريض تاني عنده سكر، ما يكونش عارف الاسنان بتاعته بتتحرك، عنده التهابات جامده في اللثه، تاكل في اللثه والعظم والكلام ده كله. ساعات يعني انا في ساعات مرضى، في حد قبل كده اكتشفنا ان عنده سكر بسبب ان هو جه كشف على اسنانه، قلنا له طب قيس السكر بتاعك، اكتشف انه عنده سكر يعني، هو ما كانش عارف اصلا وكان متعايش مع الموضوع، طبعا كان السكر بتاعه مدمر له الاسنان. اذا نشجع الساده المواطنين يعني واللي بيشوفونا دلوقتي اننا ما نخافش من موضوع التعقيم، والطبيب يعني حلف القسم بتاعه انه يحافظ على المرضى، وكمان لازم يبقى عندنا وعي كمرضى اننا نتابع الادوات اللي بيستخدمها الطبيب، ولو لاحظنا اي تغيرات عليها زي ما حضرتك بتقول كده او عدم نظافه ليها، فمش عيب ومش غلط ان انا اوجه نظر الطبيب، او لو لقيت ان مفيش اجراء ممكن انسحب وامشي من العياده حفاظا على السلام. اكيد طبعا، ده حق المريض في اي وقت ان هو خلاص انا عايز اوقف العلاج دلوقتي فمش هكمل يعني. انا ده طيب حق. هننتقل بقى الى نقطه يعني برضو مهمه جدا، وهي مرحله حرجه، مرحله الحمل، ودي بتقرك الحقيقه يعني احنا يعني السيدات في مرحله الحمل دي يعني بيصعبوا علينا، لان اللي بيمرض او لو تمرض او تتعرض لمشكله طبيه بتعاني من التدخلات الطبيه والتدخلات العلاجيه. فالحامل في فتره الحمل ازاي يتم تشخيصها وازاي تتناول العلاج خلال هذه الفتره، وهل في علاقه ما بين فتره الحمل وسلامه وصحه الجنين؟ هو احنا يعني نحل من الاخر يعني، نتكلم من الاخر، علاقه الحمل مثلا بصحه اسنان الام والجنين. الحمل طبعا بيحصل فيه تغيرات في الهرمونات بتاعه الجسم، فبالتالي بتاثر على اللثه، بتعمل فيها التهابات، بتعمل فيها مشاكل، الكلام ده كله. التهابات دي كلها محتاجه عنايه زياده، ان هي الام ساعات بتكسل شويه فبتكسل تغسل سنانها، مع الالتهابات الزياده بتعمل تسوس، بتعمل التهابات نزيف، الحاجات دي كلها. لما في امهات لما بتلاقي يعني هي حامل فبتلاقي نزيف في اللثه عندها، فبتوقف تقرر ان هي توقف غسيل سنان. انا في ناس بتجي لي بتقول لي انا بطلت اغسل سناني عشان كنت بنزف وانا بغسلها، فهو ده مش منطق، ان انا عندي مشكله دلوقتي في سناني فانا ازود المشكله زياده بان انا بطل غسيل سنان خالص. الحمل تاني بيعمل مثلا الترجيع، مع الامهات اللي بيحصل عندها ترجيع والكلام ده كله، الماده اللي بتخرج من المعده. يعني مرحله الحمل دي من المراحل المهمه، وهنستكمل فيها الحوار بعد فاصل قصير، ونرجع لحقه تاني نستكمل الحوار مع دكتور احمد عبد الرحمن اخصائي طب الاسنان. أعزائي المشاهدين أهلا بكم مرة تانية، ورجعنا لكم نستكمل حوارنا حول العناية بالأسنان، ومعانا الدكتور أحمد عبد الرحمن أخصائي طب الأسنان. أهلا بحضرتك مرة تانية. أهلا بحضرتك دكتور. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الفترة الحرجة
الام الحامل. حضرتك نستكمل حوارنا حوالين هذا الموضوع. كنا وقفنا على ان احنا موضوع الترجيع. الترجيع ده ماده حمضيه فطبعا بتاثر يعني كانك بتجيب ميه نار بتحطها على الاسنان. بيعمل فيها تاكل، نفس فكره التسوس، بيعمل فيها تاكل فبتلاقي تاكل بشكل مميز جدا ان هو بيعمل تاكل في الاسنان من جوه من عند سقف الحلق ومن تحت من تحت اللسان. ده بيبقى شكل مميز قوي في موضوع الحمل ده، التسوس ده. غلطه شنيعه بتتعمل ان احنا بعد موضوع الترجيع ده المدام الحامل بتغسل سنانها بالفرشه. ده خطا، ان احنا بس المفروض بنغسل سناننا بميه حنفيه. ما بنقربش بالفرشه، يعني بنستنى مثلا ساعه ساعتين بعد كده ممكن نغسل سناننا بحيث ان الحامضيه اللي على السنين نفسها تكون هديت شويه ما نزودش المشكله. دي معلومات مهمه لازم السيده الحامل تاخد بالها منها. هي لو بتتابع مع دكتور سنان المفروض ان هو بيقول لها كل الكلام ده، بس احنا بنهمل شويه في موضوع السنان. عندنا موروثات غريبه، يعني عندنا مفيش حد حامل، مفيش واحده حامل بتروح لدكتور سنان. هو عندنا مشكله يا دكتور وعايزين نرفع بيها الوعي من خلال حضرتك، امتى نروح لطبيب الاسنان؟ امتى نروح؟ المفروض ان الحامل بتروح لدكتور السنان مبدئيا، يعني خلاص في بدايه الحمل. يعني هي المفروض ان احنا كل 6 شهور بنروح لدكتور السنان بنعمل ريجولار تشيك اب. يعني دي تبقى عاده ان انا على طول يبقى في زياره دوريه لطبيب الاسنان سواء بنشتكي او ما بنشتكيش. يعني احنا دلوقتي بنشتكي ان خدمات الاسنان غاليه جدا ودكاتره الاسنان جزارين وهيموتونا والكلام ده كله. بس الفكره كلها انت بتجيلي وانت حالتك متاخره. انت بتجيلي وانت ضرسك خلاص الجذور بتاعته هي بس اللي باقي. انا المفروض ان انا بدل ما كنت هعمل حشوه بسيطه وصغيره خالص حاجه بسيطه خالص، لا انا دخلت دلوقتي في طب احنا هنقص اللثه، طب احنا هنرفع العظم، طب احنا هنحط زرعه، طب احنا عشان رحت متاخر. عشان متاخر عشان كده بسال حضرتك امتى نروح للطبيب. هو الفحص الدوري طبعا كل 6 شهور ده نوع وقايه وبيتجنب حدوث مضاعفات لاي مرض حتى ممكن يكون في طريقه للظهور. فالتشخيص المبكر بيخلينا نقدر نتغلب عليه مبكر وفي نفس الوقت ما تتضاعفش الاصابه ونحتاج لتدخلات مركبه وهكذا. بالظبط، طول ما انا فاهم انا عندي ايه، يعني عندي مشكله ايه في اسناني دلوقتي، احافظ عليها ازاي، ما اخليش الوضع يسوء ازاي، هفضل اطول فتره ممكنه باقل، يعني باقل مينتننس فيز، يعني اللي هي تكاليف تشغيل او صيانه للاسنان بتاعتي. فمش محتاج طيب. ان انا مش محتاج ان انا اعمل طرابيش، مش محتاج اعمل زراعات، مش محتاج الحاجات دي كلها. طيب نرجع تاني للام الحامل ونقول هل في ممارسات معينه ممكن تعملها عشان تحافظ على سلامه اسنان الجنين اللي هيظهر للنور؟ يعني احنا نحافظ على سلامه اسنان الجنين دي نقطه مهمه، لان اسنان الجنين نفسها اللبنيه بتتكون اثناء الحمل. ده معلومه كتير من الناس ما تعرفهاش، يعني حتى اعتقد ان ممكن نسبه من المشاهدين يعني يستغربوا هو اسنان جنين ايه، هو الجنين بيبقى عنده اسنان. هو المشكله بتاعت الاسنان ان هي الكالسيوم ما بيترسبش فيها غير اثناء تكوينها بس. يعني في ناس بتجيلي بتقول لي انا اسناني مسوسه ممكن اخد لها كالسيوم؟ لا مش ممكن تاخد لها كالسيوم، لان هي الكالسيوم ما بيترسبش في الاسنان غير اثناء فتره تكوينها فقط. غير كده مهما تاخد كالسيوم لا، والكالسيوم ما فيش اي حد بيديه غير دكتور الاطفال، لان له مضاعفات ثانيه على اجهزه ثانيه. فانا كدكتور اسنان ما ينفعش ان انا ادي سيستميك كالسيوم، يعني الكالسيوم يتاخد كعلاج او يتاخد بشكل منتظم. انا كطبيب اسنان لا، انا دكتور الاطفال او دكتور النساء هو اللي يقرر الكلام ده. احنا السيدات بتحتاج ان هي تشرب لبن، طبعا دي مشكله بالنسبه لهم، بيض ده نسبه كبيره من الناس، ده احنا عايزين حلول ليها، لان كتير من السيدات والبنات والفتيات ما بيحبوش اللبن نهائي ولا البيض. تقريبا كل الناس بتحب الفرايد تشيكن. فعايزين نشوف يعني حلول بديله يعني لتناول الاغذيه المهمه للاسنان. هي للاسف ما لهاش حلول بديله. لازم احنا لازم نظبط اكلنا، يعني احنا كمان اكلنا ده مش بيأثر على الاسنان والجنين بس، ده بيأثر على القلب، بيأثر على الضغط، بيأثر على السكر، حاجات كتير جدا. فاحنا لازم نظبط اكلنا، ده اساسي. يعني نستحمل شويه، والله الحاجات دي كويسه، يعني نعتبره زي الدواء، يعني نعتبره زي الدواء، يعني ناخد الدواء يعني نستحمله. فدي حاجات مهمه جدا، الالبان، البيض، السمك، اللحوم، الفراخ، الخضروات، طبعا الحاجات دي كلها. الخضروات بعيدا عن القيمه الغذائيه بتاعتها، الفايبرز اللي فيها هي حاجات صلبه تمام، بتعمل زي نفس المفعول فرشه اسنان، هي بتنظف اصلا الاسنان نفسها، فدي ميزه كويسه جدا. فيتامين د مهم جدا 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 لسلامه العظم وللاسنان ولتكوين الاسنان.
طيب لو حبينا ننتقل الى بقى مرحله الطفوله خلاص يعني قمنا بالسلامه والبيبي وصل الحمد لله، هل في برضو يعني اساليب معينه لنظافه الفم والاسنان بالنسبه للبيبي، وهل ده مهم ولا مش مهم؟ هذا مهم جدا طبعا. احنا من اول لما البيبي بيتولد واحنا بننظف اللسه عنده بحته شاش صغيره بنلفها على صباع الام وبتمسح في بعد الرضاعه وبعد الحاجات دي كلها بتمسح في الاماكن دي كلها. طبعا لما الاسنان تطلع برضو بنبتدي بنمشي نفس الوضع لحد لما الولد يبقى مثلا سنه ونص سنتين قادر بيتحرك شويه، ممكن نبتدي نغسل بفرشه اسنان صغيره خالص بنحط عليها نقطه معجون. يعني هي الفكره كلها مش في المعجون، غسيل الاسنان الفكره كلها في الفرشه نفسها. اهم طب بكتير طب في بعض جدا الناس من المعجون. معرفش ده علميا يعني هل صحيح ولا لا، بتقول ان مرحله الطفوله يعني مش محتاجين فيها يبقى في فرشه استخدام فرشه الاسنان لان ده بيأثر على طبقه المينا الخارجيه، وكمان المعجون ممكن يبقى ليه بعض الاثار السلبيه على صحه الاطفال، فحضرتك يعني وضح لنا صحه المعلومات دي. موضوع صحه الاطفال ده هو ده خاطئ جدا، ان الفلورايد اللي موجود في معجون الاسنان ده بيكون قليل جدا وبنسبه محسوبه. بيكون بنسبه محسوبه مع الاطفال، وهو في فلورايد كمان في صوره يعني لو حضرتك شايفها كده بالنسبه لنا دي خاصه بالاسنان اللبنيه بالنسبه للاطفال، دي خاصه بالتسوس اللي بيحصل في الاسنان اللبنيه والاهمال، ان يعني في اطفال بتوصل للشكل ده وهي عندها ثلاث سنين اسنانه بتبقى بالشكل ده. المفروض اول سنه دايما بتبتدي تظهر واحنا عندنا 6 سنين. الاسنان دايما بتبتدي تظهر في فم الطفل وهو عنده 6 سنين، فهو عنده طفل عنده 3 سنين او سنتين بالشكل ده هيفضل بالشكل ده 3 سنين. فسوء تغذيه رهيب جدا، مش النمو بتاعه مش هيبقى كويس، الاسنان هتتاخر في الطلوع لان هو ما بيتغذاش كويس بشكل كويس. طب نبدا كده من تسوس الاسنان يا دكتور وفي الاسنان اللبنيه بالنسبه للبيبي نفسه، يعني بعض الاحيان في برضه تقارير بتقول ان الرضاعه الخاطئه ممكن تتسبب في تسوس الاسنان، فهل ده يعني طبعا يعني شعب بيحب السكر جدا ففي ساعات امهات عشان الولد يسكت بتحط له ميه بسكر في البيبرون بينام بيها. لا الحليب نفسه الحليب نفسه كمان في ضرر لو فضل نايم بيه، ما هي نفس المشكله. الحليب او الميه بسكر او الحاجات دي كلها اي حاجه محلاه الولد بينام بيها بتركن على جنب، بتفضل معرضه لسنان بالشكل ده، البكتيريا بتاخد السكر ده كله وبتحوله لاحماض وبنشوف يعني الشكل ده. السكر ده اكبر خطر على الاسنان. ان انا جدتي دايما كانت بتديني السكر ده كده في معالي فعلي دي حاجه غلط، محدش يعمل كده. طلعت طبيب اسنان عشان سناني بقى. طيب يعني واحنا بنتكلم بقى عن يعني التسوس علاجه يبقى ازاي؟ يعني خلاص زي ما حضرتك شفنا الصوره اللي كانت قدامنا على الشاشه، يعني اسنان الاطفال احيانا بتتدمر، فعلاجها يعني هل بنتدخل بقى بالحشو، هل بنشيلها، وخاصه لو وصلنا لمرحله الاسنان الدائمه في سن الطفوله المبكره نعمل ايه مع الاطفال؟ اللي حضرتك بتتكلم عليها ان دلوقتي الطفل عنده اسنان دايمه موجوده واسنان لبنيه موجوده، دي مشكله كتير ان هو حد بيجي بيقول لي طب هو كده بيبدل. طيب ماشي، بس هو بيبدل في وقت معين، يعني هو انا مش هخلع الضرس ده فخلاص الضرس الثاني هيحس ان الضرس ده اتخلع فهيطلع. الخلع بيسرع شويه ان هو الضرس الدايم يخرج، بس لو هو لسه بدري عليه لا مش هيخرج. يعني لو انا خلعت مثلا ضرس على 6 سنين هو المفروض يبدل على 12 سنه او 11 سنه، ففي 5 سنين الطفل ده هيقعد من غير الضرس في المكان ده، المكان ده هيفضل فاضي. طول ما المكان ده فاضي الاسنان دايما في حركه تمام، كلها ساندة بعضها فموقفة الحركة دي. أول ما المكان يفضل سن خلاص بيملى المكان الفاضي ده، السن الدايم أو السن اللي موجود بيقفل المكان اللي المفروض السن الدايم يخرج فيه، ما بيلاقيش المكان يخرج فيه، بنضطر إن احنا ندخل في تقويم وبندخل في فتح مسافة، بندخل ساعات إن احنا نخلع أسنان دايمة لأنها ملهاش مكان خلاص ودخلت في زحمة أسنان والكلام ده كله. كل ده كنا ممكن نتجنبه بإن احنا نحافظ على السن اللبني لحد ما عاد تبديله. الحشو اللي بيتحط اصلا في الاسنان اللبنيه هو حشو مجهز ان هو خلاص هو بعد الجدر ما بيحصل فيه تاكل، هو بيحصل فيه تاكل هو كمان مع الجدر والضرس بيقع في ميعاده، يعني احنا بس بنحافظ عليه لحد لما يبدل في ميعاده مش اكتر من كده. لكن لو سبناه من غير حشو ومن غير تدخل يعني برضو ده امر طبيعي عادي ولا في مشكله؟ ده هيعمل مشاكل بعد كده طبعا، الم فظيع للولد
سوء تغذية لأن هو مش هيقدر يأكل، هيعمل خراج وهيعمل مشاكل في العظم، ممكن يعمل مشاكل في الأسنان اللي هتطلع كمان جديدة تحت، يعمل مثلا فوقيها كيس دهني أو حاجة للأسنان اللي هتطلع. فلا هي لازم تتعالج، والخلع نفسه علاج. يعني أنا ما بقولش لحضرتك الخلع مش علاج، الخلع علاج، بس احنا ممكن نخلع ونحط حافظ مسافة بحيث ان هو يسيب المكان اللي الضرس هيطلع فيه او السنه اللي هي المفروض هتبدل هتطلع فيها تطلع بشكل سليم بشكل كويس. بتتكلم عن الخلع يا دكتور والحشو، ده احيانا مع الاطفال وخاصه الاطفال اللي عندهم فرط حركه او الاشياء شويه، اعتقد الطبيب مع صغر حجم فم الطفل يعني هيلاقي صعوبه، فبعض الاطباء بيلجأوا للتخدير. هو قبل ما يلجا للتخدير المفروض ان هو بيكون في اخصائي علاج اطفال اسنان اطفال بيتعامل مع الطفل، هو بيكون تدريبه كافي في النقطه دي ان هو يقدر يتعامل مع الطفل، يقدر يتخطى مخاوف الطفل والكلام ده كله. خلاص احنا عدينا ده كل الحاجات دي كلها. في نقطه تانية ان هي ممكن في ادويه بتتاخد بس دي مش مصرح بيها في مصر. طيب قبل ما نتكلم عن الادويه ناخد اتصال من ام رنا من القاهره. اهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم. معلي الصوت شويه ام رنا. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن حد تسمعينا من التليفون؟ ايوه مع حضرتك. على حاجه؟ اتفضلي. اتفضلي. دكتور انا ابن خالي عنده 15 سنه واسنانه كلها طالعه وفي نايبين طالعين فوق السنتين في وش السنان على طول. ده ايه؟ تمام احنا كنا النقطه دي لسه هنتكلم عليها في في في, في سنتين طالعين على اللسه من على الاسنان من فوق. هو احنا بنشوف الانياب اللبنيه. حضرتك محتاج تسالها في حاجه؟ لا لا هي دي. طيب مشكله معروفه احنا كنا تابعين تابعينا من خلال الشاشه وشكرا لاتصال حضرتك. اتفضل يا فندم. هو طبعا الانياب اللبنيه الموجوده حاليا دلوقتي خلاص المفروض ان هي بتتخلع، بنشوف حاله الجدر نفسه بتاع مكان الجدر بتاع الناب اللي موجود، والدكتور التقويم بيقرر بقى هو هيعمل ايه دلوقتي. خلاص هيخلع ده دلوقتي وهيبتدي يحرك الانياب ازاي بحيث انها تنزل في المكان بتاعها. ده بسبب ان الاسنان يعني لها علاج وما فيهاش مشكله ان دكتور التقويم بيعالج الموضوع ده بسهوله جدا. يعني اصل دي مشكله شائعه جدا احنا كنا لسه هنتكلم فيها حتى بعد شويه. هي سبقتنا بس. طيب بالنسبه لحضرتك كنا بنتكلم قبل الاتصال عن التعاون مع الاطفال اللي هو عندهم فرط الحركه، وحضرتك كنت بتقول يعني اخصائي الاطفال الاسنان الاطفال الاول يتعامل. طيب في حاله بقى ان الطفل ده يعني مش عارف يتعامل معاه ومش عارف يهديه، فهل يعمل له تخدير وهل تخدير جزئي ولا كلي ولا قبل التخدير برضو في ادويه مهدئه زي ما قلت لحضرتك بس هي مش مسموح بيها في مصر للاسف. مش بنستخدمها لان هي لازم تكون برضو تحت اشراف طبيب تخدير. يعني اي حاجه من الحاجات دي كلها ما ينفعش ان هي تتعمل في عياده غير مجهزه للكلام ده كله، لان الطفل معرض في اي وقت لا قدر الله حتى لو بنسبه 1% ان الطفل يحصل له اي مضاعفات، فلازم يكون في طبيب تخدير موجود وطبيب طوارئ موجود في المكان. في ادويه يعني كده خلاص الطبيب الاطفال، بعد كده في الادويه المهدئه، بعد كده خلاص الطفل بقى ما فيش منه امل خالص بنضطر ان احنا ندخله تخدير كلي. هو يتعامل معاه عادي وهو في التخدير الكلي؟ بيتعامل معاه عادي. يعني اسنان زي الصوره اللي احنا كنا شايفينها من شويه دي مثلا عنده حوالي 15 16 سن محتاج حشو، محتاج حشو عصب، محتاج طرابيش، الكلام ده كله ما فيش طفل هيستحمل. الموضوع بيبقى مجدي اكتر جدا ان هو يتعامل تحت تخدير كلي، يدخل 3 4 ساعات ساعتين على حسب الطبيب بتاع الاطفال اللي معاه حسب طبيب التخدير، وبيخلصوا كل الشغل ده بيخلص في جلسه واحده، بيكون مريح للطفل ولوالد الطفل وللطبيب وكل الناس. طب بالنسبه دكتور لمشكله تاخر التسنين، وهل ليها علاقه بالتغذيه وازاي نعالج مشكله تاخر التسنين؟ هي ليها علاقه بالتغذيه بس هو دايما الاهالي بتقلق من الموضوع ده. مش شايف ان هو موضوع يعني اصل هو ده مش سن معين. يعني انا مش عندي 6 سنين فهيطلع لي ضرس دلوقتي هيطلع لي سنه دلوقتي، هو مدى. يعني انا عندي من 6 سنين ل8 سنين مثلا بيطلع السن الفلاني، فهي فتره فانا ما عنديش مشكله. بحس طبعا الولد بيجي لي مثلا هو اتاخر 6 شهور او سنه، بحس بايدي بشوف مكان السن المفروض يطلع، خلاص حاسس ان السنه موجوده والسنه بتتحرك وفي تحسن، خلاص ما بعرضش حتى الطفل الاشعه طول ما انا حاسس ان السنه موجوده. بنستنى شويه كمان بنقعد نتابع لحد لما بتبتدي السنه تظهر. ساعات بنحتاج ان احنا نفتح لها بمشرط او اي حاجه بسيطه كده، فتحه بسيطه بحيث ان هي تقدر تنزل بسهوله. لكن هو الموضوع مش مقلق، يعني الموضوع مش مقلق خالص. وحتى لو السنه مش موجوده يا بنعمل لها حاجه مؤقتا
لحد لما يوصل لسن 18 سنه لغايه لما نبتدي ندور على زراعه او تركيب او الكلام ده كله. طب حضرتك واحنا بنتكلم عن مشكله المرانه كان حضرتك قلت يعني طبيب التقويم، فايه التدخلات الخاصه بالتقويم مع الاطفال؟ مشكله الزحام السنان مثلا في حالات معينه احنا بنخلع فيها اسنان معينه بتسلسل معين، يعني وقت معين. انا دلوقتي عندي السن السن الثالث او الرابع او الكلام ده كله، انا شايف ان انا بخلعه في الوقت الفلاني بحيث انه يفضي مكان للاسنان اللي بتطلع، فتطلع في وقت مناسب وتطلع في مكان مناسب ليه. فالخلع في الوقت ده ساعات بيكون مستحب، والدكتور التقويم نفسه هو اللي بيقرر الكلام ده كله. في حالات اختلاف في الفكين، يعني الفك السفلي العضه بتاعته مش مظبوطه مع الفك العلوي، ممكن نستخدم نمو الطفل نفسه، بنحفزه شويه بحيث ان هو يزيد في مكان معين يقل في مكان معين بحيث ان هو يظبط العلاقه بين الفكين، بدل ما نضطر ان احنا بعد شويه ندخل في جراحه. يعني في حاجات معينه لو ما اتعالجتش وهو طفل صغير وهو بينمو لسه بتضطر انت تخش جراحه، تقسم الفك وتمدده وشغل بقى اللي هو جراحات الوجه والفكين. طبعا يعني اكيد في ناس ادرى مني كتير جدا تقدر تتكلم فيها. يبقى حضرتك بتشير لاهميه التخصص كمان، يعني احنا بنقول للمشاهدين مش كل مشكله بنروح لطبيب اسنان واحد، ولكن بنروح للمتخصص في المشكله اللي عندنا. ولكن قبل ما نعرف احنا عايزين نروح لمين، هل في يعني بنروح لحد الاول هو اللي يوجهنا، ولا بنعرف ازاي الطبيب المتخصص للمشكله اللي عندنا؟ هو احنا بنروح الاول للطبيب، الطبيب العام عامه مؤهل ان هو يتعامل مع كل الحالات بطريقتين، يا يعالجها يا يحولها. هو ده دور الطبيب، يعني انا مؤهل ان انا اعالج الحاله الفلانيه فاعالجها، مش مؤهل بحولها لحد مؤهل اكتر مني ان هو يعالجها. فده دور الطبيب، يعني ده مش دور المريض ان هو يدور على التخصص الصغير اللي هيعالجه. تمام. ده دور الطبيب العام اللي هو بيروح له الطبيب الاسره، الطبيب اللي بيتعامل معاه هو اللي هيدله بشكل اكبر. في طبعا مراكز بيكون عندها كل التخصصات دي، فانا بحول من الاوضه بتاعتي لاوضه الطبيب بتاع التقويم، اوضه الطبيب بتاع الجراحه، الكلام ده كله. فده على حسب المكان، لكن هو ده دور مش دور المريض اكتر منه دور الطبيب العام اللي بيعالج المريض. طيب ناخد اتصال من ايمان من الفيوم. اهلا بيك يا استاذه ايمان. السلام عليكم. عليكم السلام، مع حضرتك دكتور احمد. اهلا وسهلا بحضرتك. لو سمحت في ضرس عندي، رحت للدكتور عشان يشيل. المهم عمل جلسه نظف الضرس وعمل جلسه كده، وقال لي بعد اسبوع تعالي كملي، وبقول لي اخد 700 جنيه على ضرس، ولازم الطربوش يتقطع قبل الضرس ما يتحش، عشان انا ما ينفعش الضرس يقعد على الطربوش كده. فبقول لي اخد 750 جنيه، فانا طبعا ما عنديش امكانيات ادفع 750 جنيه، قلت عايز اخلع بعد كده، ينفع يتخلع؟ طيب سؤال حضرتك ايه كده؟ يعني ايه السؤال بتاع حضرتك تحديدا؟ ما اعرفش بقى اخلع الضرس بعد ما عمل له ضرس، ينفع يتخلع ولا لا؟ يعني هو حشى الضرس، فحضرتك كده بتسالي دكتور احمد قبل ما يعني يعمل يركب طربوش، تخلعه ولا تتعامل ازاي مع الضرس؟ شكرا لحضرتك استاذه ايمان. تابعينا من خلال الشاشه ولا حضرتك تسالها؟ لا مفيش مشكله. شكرا استاذه ايمان، تابعينا. هي بتقول ان هي عملت اول جلسه بس من حشو العصب. في مرضى كتير بيعملوا الجلسه دي بيستريح من الالم فخلاص بيقعد. او احنا ما خلصناش حشو العصب، احنا سيبنا فراغ جوه، احنا قشرنا منه البكتيريا بس في فراغ جوه، دي بيئه خصبه البكتيريا نفسها ترجع. تمام، ويعمل مشاكل اكبر من كده. فهو كانت المفروض ان هي تكمل حشو العصب وتكمل الطربوش، بس هي غير مقتدره. ففي حل تاني انها مثلا تروح اي جامعه او تروح اي مكان ممكن بيعملوا بشكل مخفض او بشكل مجاني، ده افضل حل. الحل التاني ان هي عايزه تخلعه، ده حل تاني، يعني بدل ما تتعب خالص وتدخل في مشاكل اكبر والكلام ده كله، يعني ممكن تخلعه عادي ما فيهوش مشكله، بس هي ما زالت برضه تكلفه. بس كل ما حافظنا على السنه كل ما كان افضل. في تكلفه، طبعا ده اللي انا جاي اقول لحضرتك عليه. في تكلفه ثانيه، انا دلوقتي خلعت السنه بتاعتي، عندي 30 سنه 40 سنه خلعت، بعد 10 سنين هبتدي اخلع تاني، هيبقى عندي جنب كله فاضي مثلا ما فيهوش اسنان، هبتدي ادور ان انا حاليا وفرت 300 جنيه مثلا او 400 جنيه بتوع الحشو، بعد 10 سنين هبتدي ادور انا هركب ازاي هنا، خلاص مش هينفع بالظبط، هعمل زراعه ب 10-15 ألف جنيه، فاللي انا وفرته وكل ده ما بالنسبه للزراعه وبالنسبه للخساره اللي انا خسرتها ولا اي حاجه.
غير اللي في اماكن بتعمل الحاجات دي كلها. يبقى احنا استاذه ايمان نروح للاماكن اللي ممكن يبقى فيها علاج اقتصادي زي التامين الصحي او المستشفيات الجامعيه، وان شاء الله تلاقي العلاج المناسب بالسعر اللي يتناسب مع حضرتك، وندعي لحضرتك بالشفاء ان شاء الله. ناخد اميره من الجيزه. الو، اهلا بيكي يا استاذه اميره. السلام عليكم. عليكم السلام. انا عندي طفله عندها 6 شهور يعني، ولا يعني ما تطلعش سن خالص، ما تفكرش ان هي تطلع. عندها كم سنه؟ عندها 9 شهور يعني، قربت يعني هتقفل. 9 شهور ما بتطلعش سنين لسه. ما بفكرش ان هي تطلع سنين. طيب يعني حضرتك في تاخر، يعني حضرتك بتشتكي ان ده تاخر في التسنين. يعني اعمل ايه؟ ممكن اروح لدكتور او حاجه؟ طيب تابع معانا استاذ امير. حضرتك الدكتور هيسالك سؤال. ايه الدكتور هيسال حضرتك سؤال. خلاص اتفضل. هل هي مثلا سابقه الناس اللي في نفس سنها في الحركه مثلا، في النمو، ولا هي ضعيفه شويه اكتر من الناس اللي حواليها؟ لا هي، ايوه هي بالفعل هي ضعيفه، حتى ما بتقعدش كده، ما بتاكلش اصلا. طب يعني احنا لو اتاخرنا مثلا لغايه سنه، احنا ممكن نشوف الدكتور لو هي فضلت متاخره في كل العلامات بتاعه النمو دي، دكتور الاطفال يبص عليها الاول ودكتور السنان يبص عليها. لكن هي عندها تاخر في النمو عامه في كل حاجه. لا، في اطفال ساعات بتكون مثلا بتتحرك اسرع من الناس اللي حواليها، من الناس اللي في نفس سنها، فده ساعات طبيعي ان هو يتاخر شويه. مش كل حاجه هتكبر بنفس الريت يعني، بنفس المدى. يعني هي في مرحله امان يعني. لا لا، مفيش اي مشكله. لحد سنه ممكن نبتدي بعد كده، بعد سنه لو هي فضلت متاخره زي كده نبتدي نتابع مع الدكاتره. ما تقلقيش نفسك بس يعني، نرجع تاني طالما عندها يعني تاخر في النمو شويه، نقول برضو نرجع تاني للتغذيه السليمه. طبيب الاطفال والتغذيه. التغذيه السليمه. شكرا على اتصالك استاذه اميره. نرجع تاني يا دكتور بقى لموضوع الاسنان، وخاصة بقى يعني بعض الناس كده زي يعني اعزائنا المشاهدين اللي بيتابعونا بيلجأوا الى خلع الاسنان المبكر. بالنسبه للاطفال، بالنسبه للاطفال احنا قلنا ان هي دي هتدخله دايما في مشاكل تقويم، يعني هو يحتاج تقويم بعد شويه بنسبه 90%. يعني ما نستعجلش اما بنلاقي السنه ابتدت تتلخلخ. لا، هي السنه ابتدت تتلخلخ خلاص، فهو ده غالبا بيبقى يكون السن الطبيعي لتبديل السنه. يعني هو اللي بيحصل ايه؟ ان السن الدايم بيعمل تاكل في جدر السنه اللبنيه لحد لما بتبتدي تقع. لان دايما لما بنخلع السنه اللبنيه بنلاقي بس جزء الطربوش، ما بنلاقيش جدر. دي اللي بنخلع في البيت. اول ما تبتدي تتلخلخ كده نسيبها اما تقع براحتها، نسيبها لغايه لما تقع لوحدها، غير لو هي بتتحرك حركه كبيره جدا واحنا قلقانين ان الطفل يبلعها وهو نايم. ده الحاله الوحيده اللي احنا خلاص هي حسينا ان هي خلاص هتتشال دلوقتي، فبنشيلها بحته قطنه او بحته منديل. الكلام ده كله بتكون السنه سهله جدا. عكس طبعا لو السنه فيها مشكله وهي لسه مش في سن التبديل بتاعها، مضطرين احنا نروح للدكتور. طيب نرجع بقى ل يعني حاجه مشتركه ما بين الاطفال والكبار شويه، وهي رائحه الفم. ودي يعني الحقيقه لها مش بس ابعاد صحيه ولكن ابعاد اجتماعيه كمان. فايه اسباب رائحه الفم الكريهه وازاي نتغلب عليها؟ حاجه مهمه جدا، التسوس. التسوس بيعمل ريحه فم سيئه. التسوس ده بيعمل تاكل في الاسنان، بيخزن اكل، الاكل بيحصل فيه تعفن، كانك شايل اكل معفن في الفم. دي بتعمل ريحه سيئه جدا. جيوب اللثه، العظم اللي حوالين اللثه نفسه، اللي حوالين الاسنان نفسه بيحصل فيه تاكل، فبيبقى فيه زي جيب، المكان برضو بيتخزن فيه الاكل وفضلات الطعام والكلام ده كله، والبكتيريا اللي في الفم بتعمل فيه تخمر برضو بنفس الوضع، بيعمل ريحه سيئه جدا. في ساعات طبعا القولون العصبي بيعمل ريحه سيئه للفم. في ساعات مشكلات المعده، مشاكل المعده طبعا، مشاكل الحلق بتعمل مشاكل كتيره جدا، التهابات الحلق، اللوز والكلام ده كله بتعمل روائح سيئه يعني. فلو احنا استبعدنا كل الاسباب بتاعه الاسنان فخلاص. هل في نصائح معينه عشان يعني نتغلب بقى خلاص، يعني في زي ما حضرتك بتقول كده الرائحه كريهه، يعني ايه نصائح حضرتك للتغلب عليها؟ هل الذهاب للطبيب مباشره ولا في عادات معينه المفروض يتخذها الانسان عشان يتغلب على هو احنا طالما وصلنا لمرحله ان في ريحه سيئه طالعه من الفم فانا لازم اروح للدكتور. يعني غالبا هتلاقي في ضرس مسوس مخزن اكل جنبه، في جيب مخزن اكل جواه، في جير مثلا في الاسنان محتاج يتشال، الكلام ده كله. الدكتور بيقول لي على حاجات انا بعملها المفروض بلتزم بيها بحيث ان هي تحافظ على ريحه الفم دايما وتحافظ على صحه الاسنان. زي ان احنا نستخدم المضمضه.
الغسول الغسول المضمضه وخيط الاسنان مهم جدا. خيط الاسنان خيط الاسنان بيدخل في اماكن الفرشه عمرها ما بتوصل لها، يعني الفرشه دي كلها في اماكن بين الاسنان الفرشه مش بتوصل، لكن الخله لا يا دكتور، يعني الخله دي اكتر حاجه بتدمر، يعني انت كده بتساعد التسوس والبكتيريا ان انت تدمر سنان، وبتؤدي احيانا الى وجود خراريج في الاسنان، بتعمل جيوب وبتعمل خراريج وبتعمل مشاكل كبيره جدا. فالخله بلاش منها خالص، نستخدم خيط الاسنان ونستخدم الغسول ونستخدم الفرشه او المعجون. طب بعض الناس بتستخدم الادوات المكونات الطبيعيه زي الكربونات الصوديوم زي القرفه والقرنفل. القرنفل احنا نفسنا بنستخدمه في الاسنان بس بمواد مصنعه، هو مهدئ جدا الاسنان، بيهدي الوجع والكلام ده كله، بيعمل ريحه كويسه وريحه لطيفه. لكن كربونات الصوديوم دي بيستخدموها كحاجه بتحك بيها السنان فبتعمل مشاكل وبتقشر سنانه. يعني ده ما ينصحش غير بيه، يعني مش بننصح بحاجه زي كده طبعا. لكن القرنفل والحاجات دي كلها والمضمضه بالحاجات دي كلها دي حاجه كويسه جدا. طب نرجع لحضرتك بقى لبعض الحاجات اللي بتاثر احيانا على الاسنان زي الكافيين، الشاي، القهوه، الايس كريم، الحاجات الساقعه، الحاجات يعني تاثير ده على الاسنان، وازاي يعني نقلل من اثاره على لون الاسنان كمان وسلامه الاسنان. انت كده جيت للناس اللي هم بقى بتوع الاعلام والكلام ده كله، ما بيحبوش ان هو يطلعوا دايما باسنان ملونه. الكافيين طبعا بيلون الاسنان بلون بني، يعني اساسي ان احنا هتلاقي الناس اللي بتشرب قهوه كتير، شاي كتير، الحاجات دي كلها دايما عندهم لون سنانهم اصفر او بني. محتاجين ان هم دايما يعملوا تنظيف بشكل منتظم بالفرشه والمعجون، محتاجين ان هم دايما يزوروا الدكتور بحيث ان هو يعمل لهم تلميع للاسنان دي كلها، بحيث ان الصبغات ما تدخلش جوه. السنه نفسها مش ماده صلبه تماما، هي ماده فيها مسام، المسام دي كلها ممكن تعدي الصبغات والسنه تتلون. فالطبيب طول ما هو بيشيل الصبغات دي بالمعجون التلميع اللي عنده خلاص، يعني بعد شويه كل ست شهور او حاجه بنعمل تلميع الكلام ده كله. في ساعات بقى خلاص انا مضطر، يعني عندي الصبغات اصبحت داخليه فمضطر ان انا اعمل لها تبييض بماده كيميائيه بحيث ان هي تفتح الاسنان شويه حتى عن درجه اللون الطبيعي. طبعا ما بتبقاش زي اسنان الممثلين اللي هي الاسنان ناصعه البياض دي، هي بتفتح الاسنان درجتين او ثلاثه وبعد شويه بتبتدي تقل تدريجي لمده ست شهور او سنه بتبتدي الاسنان ترجع لونها الطبيعي، بس بيفتح الاسنان التبييض. التلميع ما بيفتحش الاسنان، التلميع بيرجع لون الاسنان الطبيعي قبل الصبغات دي ما تصيب الاسنان. ده عشان ده سؤال مهم جدا، الناس بتيجي دايما متلخبطه بين التلميع والتبييض. وهل ده يعني له اثار جانبيه على الاسنان ولا ده يعني شيء عادي يعني؟ لا ده شيء عادي، ده شيء مستحب طبعا. التبييض ده التبييض شويه بيبقى يعمل حساسيه بعد التبييض، في عيانين بيحسوا، يعني في ساعات ناس مش بتحس قوي بالموضوع ده وفي ناس بتحس بيه لمده 15 يوم حتى، يعني ده امر طبيعي، نحس بشويه تحسس بعد التنظيف والتلميع والتبييض والحاجات دي كلها، شيء طبيعي. بيبقى في طبقات مغطيه للسنان، الطبقات دي اتكشفت في الجدر نفسه ممكن يكون مكشوف، الحاجات دي كلها بتعمل لنا مشاكل بعد شويه، بس ده اثره بيروح اقصى حاجه ماكسيموم 15 يوم. وحضرتك بمناسبه واحنا بنتكلم بقى على التلميع والتبييض، عايزين نفك الاشتباك والجدل حوالين تقنيات هوليود سمايل والفرق بينها وبين بوليود سمايل. في خناقه حاليا موجوده، يعني بيقول لك ليه احنا نبرد السنان وليه ما نبردش السنان والكلام كده، الناس عماله بتتخانق مع بعضها. هو في يعني احنا دلوقتي عايزين نعمل حاجه اسمها سمايل ميك اوفر، ان احنا بنحسن الابتسامه. في حلول قدامنا، ان احنا بتتعمل حاليا حاجه اسمها اي ماكس كراونز، اللي هي بتبقى سيراميك، حاجه سيراميك بتركب على السنان دي بتاعت الممثلين، اللي هي بتبقى معانا صوره على الشاشه ممكن نحط لا دي السناب اون، اللي هي بتركب دي مثلا حد عنده مناسبه البوليد بالظبط، حد عنده مناسبه مثلا، حد انا محتاج ان انا اعمل حاجه بتكلفه قليله بتحسن الابتسامه بتاعتي، بس دي طبعا ما بيتاكلش عليها، دي حاجه بلاستيك زي طقم الاسنان بتركب على السنان من بره، يعني ما حدش يقول لحضرتك ان هي دي بيتاكل عليها، عشان في ناس بتقول ان هي بتتاكل عليها. يعني انا في مناسبه عندي مناسبه ومضطر خلاص ان انا اسناني مش عجباني دلوقتي ومفيش حل غير ان انا اعمل دي تركب على السنين، تثبت شويه بيها. هل بتتفصل ولا جاهزه بتبقى؟ لا بتتفصل، بتاخد بيها مقاس في العياده، بتروح المعمل، بتيجي من المعمل المريض بيستلمها بيقيسها خلاص، بيحضر بيها مناسبته، وبعد كده بنشوف الحلول الثانيه اللي هيمشي بيها، يعني دي مش ده مش حل دايم لاي حاجه. الحلول بقى اللي هي دايما دي اللي هي ممكن تقعد 10 سنين 15 سنه، ده الرينج الطبيعي بتاع الفينيرز اللي هي التركيبات الهوليود سمايل، ده لما تكون معموله اوبتيمم، يعني اللي هي احسن حاجه معموله ممكن تقعد 10 15 سنه. طبعا هي عشان هي حاجه تقنيه حديثه شويه فما فيش
نتائج عليها اكتر من، ما فيش مثلا حد قاعد بفينيرز 30 سنه 40 سنه، فهي لسه اصلا عمرها كله مش 30 40 سنه. في طريقتين للموضوع ده، ان احنا بنبرد جزء من السنان وبيتركب قشره خزفيه زي العدسات اللاصقه بالظبط على السنان من بره. بتختلف بقى على حسب بيتعمل بالحاجه الحشو التجميلي، حشو لونه فاتح شويه، او تتعمل بالتركيبه اللي هي البورسلين الايماكس. حقيقة يعني معلومات قيمة، بنشكر حضرتك عليها وتناولنا موضوع العناية بالأسنان من كل جوانبه، من ساعة الحمل مرورا بمرحلة الطفولة لحد الهوليدي سمايل والبوليدي سمايل. بنشكر حضرتك دكتور أحمد عبد الرحمن أخصائي طب الأسنان، شكرا جزيلا. أنا سعيد وشرفت بحضرتك يا دكتور. وأعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية حلقتنا، بنشكركم على حسن المتابعة ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.